بفضل توجهاتنا الصحيحة عدد مستخدمينك المال عم يزداد وبده يزداد أكتر، ولهيك اللي بيترتب عليه. لحظة ابني مروان بي، ما ارمي على أمك، بعتذر كثير. رجاك ابني قول إنه أمي. قول إنه اللي سمعته ماله مزبوط. طولي بالك أمي، احكي لي شوفي شو صاير معك. لي ابني انت منيح يا روحي؟ والله رح اقوم. منيح امي، شو بده يصير لي؟ انا منيحه. تمام اللي فيك شيء. امي لا شدي حيلك، تعي تعي عدي هون، تعي تعي عدي هون عدي. يا جماعه اليوم هيك بكفي، بعدين بنكمل اجتماع. تمام مروان. ليك ماما. ابني اللي انت منيح، الله يخليك. ايه ماما، والله مو قصدي. يلا شباب اللي يلا. امي شو جابك على الشركه؟ لك ابني اللي انت صحيح كنت رح تضحي بحالك كرمال اسراء؟ احكي لي بصراحه، كنت رح تضحي بحالك كرمال اسراء؟ يلا ما حدا بيعرف انه اسراء بتكون مرتي القديمه، وما حدا لازم يعرف ابدا. هذا الشيء كتير مهم، ليكي رجاءا. حكيت هالشيء مليون مره. تمام، اساسا مو لازم يعرفوه. شو في داعي اذا بتريد احكي لي من اول القصه. يلا يا ماما ما في شيء مهم، لهيك نحن ما خبرناكي. نحن كنا بالتصوير مع اسراء، وبهالاثناء كان رح يوقع البيجكتور على راسها، ولحتى احميها ما سكتة، بس هيك هذا اللي صار. بس هيك امي، بس لك اترك الاباجور يوقع. انت ليش لا تتدخل؟ انت ليش لا تتدخل بالقدر ابني؟ اترك سير فيها يلي بده يصير، ومين ما بده ينقذها ينقذها. انت الله يحميك ابني. بكفي بكفي خلاص. تمام ليكي انا بخير مثل ما شفتيني. ايه ما فيني شي، شايفه؟ وحطوني يوم بالمستشفى للمراقبه. ماما هذا اللي صار. انا كيف بدي احكي لك يا ماما؟ انت ليش مرتعبه؟ ليكي حالتك كيف صايره؟ عن جد انا كنت مروان بيك اجت سمر خانم، شو بتحب الغي الموعد ولا رح تقابلها؟ الغي يلا. لا 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 تلغي بيسان، بعتيها على مكتبي وانا بلحقها. تمام تمام ماما، مثل ما شفتي انا عندي اجتماع رح روح احضره وراجع لك، وانت ضلي هون وما تروحي لاي مكان، مفهوم؟ كيف؟ ممنوع تطلع. ايش وانا ولد صغير بالكراجة ابني؟ شبك بدي اخليه. لك يا ماما هيك قاعدة بغرفة اجتماعات طيب كبيرة. طيب بتفتل هون شوي. يا ماما خلص، اذا ما رحتي رح اتزوج ويجيب لك حفيد. عن جد بتجيب لي حفيدي؟ ايه عن جد. ليك لما الموضوع بيتعلق بالولاد انا مستعدة ضل هون ليل نهار يا روحي. شو هاد؟ شو ماما شيليها اذا بتريدي. ماما خلص اذا بتريدي. ماما شيليها خلصنا بقى، ما بيصير هيك. ما رح اتزوج. رح روح. تمام ممنوع تطلع من هون. تمام وخليكي قاعدة عاقلة. داخل إياه شو بيصير إذا بتفتلي شوي؟ ذاتاً الاجتماع بيطول كتير وأكيد ما رح يرجع بسرعة. إيش عم تعمل لك ابني؟ شو ما بتعرف تسوق بسكليتة؟ أنت منيحة؟ منيحة، هي مو بسكليتة، شو هي؟ سكوتر. سكوتر؟ دير بالك عليه وما تنزعه، انتبه كتير منيح. يلا دير بالك أنت وماشي، فهمت؟ يلا. عن جد مو معقول. لك كيف عم يتوازن عليه؟ ما تمد ايدك اذا كانت مزيتة، نظف ايدك بعدين العاب. هيك الواحد فيه موبايل بايده. ايه ما شاء الله ليكو على هالغنى. اوف لك بنتي ما تكبسي هيك، بينتزعي شوي شوي بنعومة. اوعك تلهي صديقك. ايه فهمتو؟ اترك هالموبايل، شو عم تعمل؟ اهتم بشغلك. اثناء دوامكم بتحطوا موبايلاتكم بجيوبكم وما تتصرفوا هيك، بتزعلوني. ها هاي السحرة عم بتزعلوني، وبتعرفوا الزعل بيوتر الاعصاب. ما تتصرفوا هيك، يلا كملوا شغلكم، اهتموا بشغلكم، اهتموا بشغلكم. روعة لك وقديش رائعة. شو نايمة؟ انا برجية. هاي شو جاي لهون لحتى تنامي؟ عم تاخدي معاش يمكن 1000 ليرة بالشهر، اصحي. حية مينك انت؟ انا متدربة. كيف؟ متدربة. متدربة؟ انا بعرف على شو انت راسمة.
قولي. انت متدربة؟ قديش عمرك؟ معقول يكون في متدربة عمرها 30 سنة؟ لك انت كبيرة كتير، شنطيرة يعني. يلي مثلك عنده 4-5 اولاد ومبسوطين ببيوت جوازهم. شو بال علسانك ما فيك تردي؟ انا ما فيني اتحمل، ايه ابني واحد وجداني بشغل كل الناس، ايه شو بده يعمل؟ حرام بيشفق عليهم، حنون كتير ابني، مو معقول. عفوا حضرتك مين بتكوني؟ انت اللي مين بالله؟ مين ممكن كون؟ يعني هيك اذا بتفكر شوي، مين انا ممكن كون؟ يلي مالك هالشركة الكبيرة هاي بيكون مروان كورفلي، وانا كون امه زمرد كورفلي. عن جد اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. مثل فرقة الكورال. عدو انا بنزعج هيك. امرك. شرفت بمعرفتك. عفوا شرفت بمعرفتك. طبعا بدك تتشرف، في حدا ما بيتشرف بمعرفته فيني؟ طبعا بدك تتشرف. عفوا زمرد خانم، ما تكونوا حضرتكم مخربطين بمكتب مروان بيك مثلا، مكتبه بالكوريدور الثاني باخر الكوريدور تقريبا. يعني بتعرفي الكبر عبر، هاي الامور بتصير طبيعي. كبرنا. انا اجيت لهون بشكل خاص اسراء، اجيت حتى فتش، اجيت حتى اشوف انتوا عم تشتغلوا ولا عم بتطقوا حناك. بعرف وين مكتبه. هل كبرنا يا متدربة؟ انت اعملي لي فنجان قهوة تركية على الريحة وجيبي على غرفة الاجتماعات. ديروا بالكن هاي حية من تحت تبن. اذا بدكن تسألوا شو حية التبن، يعني يلي بتلدغ على الهسي، فهمتوا علي؟ بتلدغ وبتسم الواحد وبتقتلوا قتل. المهم ديروا بالكن، ديروا بالكن منها. شو اللي عم بيصير؟ شو عم تعملوا هون؟ شو نحن بمسرحية؟ يلا كل واحد يهتم بشغله. وهي الأضوية ما في داعي لهون. طفوها، طفوا يلي ما لكم بحاجة له. طفوا الإضاءة يلي ما بدكن ياها. وروا كهرباء. أنا بعمري هلا هي أمه لمروان بيه؟ مو معقول، فاجأتني. معك حق، هي غريبة. لأقوم ساوي لفنجان قهوة. مالي حابة أجرأ أعلق بلسانة لأنه شكله ما طاقتني. ممرات طويلة وطويلة، حدائق، كافتريات، هدول عم يشتغلوا ولا عم يرتاحوا؟ ما حدا بيعرف. شوفي، يمكنك الاشتراك في قناتنا لمشاهدة المزيد من مقاطع الفيديو وتشغيل الإخطارات لتكون أول من يشاهدها.